تقلبات في البورصة العالمية واختلاف سعر صرف الدولار في مصر عوامل أدت إلى تغير سعر الذهب يوميا ولربما مئات المرات في اليوم الواحد، وهو ما دعانا إلى الذهاب لسوق الصاغة للوقوف على حركة البيع والشراء وأسباب اختلاف الأسعار. بالنسبة لأسعار الذهب، هي متغيرة على مدار اليوم أكتر من 100 مرة في اليوم بسبب حاجتين: سعر البورصة العالمية لسعر الذهب، والحاجة التانية سعر الصرف في البنك. كل ده بيأثر على أسعار الذهب، وهي حاليا في ارتفاعات مستمرة. برضو ليها أسباب كتير: قوة الشراء، حاجات تانية كتير. الأكتر الإقبال اليومين دول على السبائك أكتر، المشغولات أقل شوية، وهو ده اللي عامل كساد وسعر زيادة في السوق بسبب قوة شراء السبائك. الحل زي ما الشعبة قالت، باشمهندس هاني ميلاد زي ما قال بالظبط، ان المسافرين من بره يعي اي حد معاه ده من بره داخل، يقف جمرك اللي عليه، فيعمل حركة عرض اكتر من الطلب، فسعره يخف شوية. وكما اتفق الجميع، فان اعادة تطبيق قرار اعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك فرصة اخرى لضبط السوق، خاصة بعد ان نجح هذا القرار في استقرار اسعار المعدن الاصفر حتى انتهائه مايو الماضي. محمد ابو شنب لبرنامج على مسؤوليته.